فاحنا بصدد عقد الجمع العام السنوي لنخبة العدائين بفاس اللي كيتصادف مع مناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، وبهذه المناسبة كنرفعوا آيات الإخلاص الوفاء للسدة العالية بالله لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فهذا الجمع العام جاء من أجل أولا تقديم التقريرين الأدبي والمالي للجمعية. فالتقرير الأدبي كيفما تبعته هو تضمن نقطة واحدة اللي هي الماراثون الدولي لفاس اللي تم تنظيمه بداية سنة 2020 قبل الجائحة تقريبا بشهرين، وبعد ذلك جاءت الجائحة ديال الكوفيد واللي وقفت جميع الأنشطة ماشي غير الجمعية ديالنا، جميع المؤسسات، وبالتالي ما تمكناش من أننا باش ننظموا أنشطة أخرى. هذا هو السبب علاش كان التقرير الأدبي الشامل غير على النقطة ديال الماراثون الدولي لفاس. كذلك ناقشنا التقرير المالي واللي كيتضمن مصاريف ومداخل الماراثون الدولي لفاس، وتمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي. وبعد ذلك تمت مناقشة آفاق يعني أنشطة الجمعية، بمعنى الماراثون النسخة السادسة من الماراثون الدولي لفاس، وكذلك الأنشطة اللي غتنظمها الجمعية مستقبلا بعد رفع الجائحة، واللي من خلالها واللي أساسي فيها هي مدرسة ألعاب القوى اللي غادي يتم لي المقر ديالها داخل المركب الرياضي بفاس، واللي مدرسة اللي غنحاولوا من خلالها أننا نحاولوا نجمعوا فعاليات ألعاب القوى في فاس، ونديروا مدرسة لفائدة شباب وشابات مدينة فاس، ونحاولوا أننا نساهموا ولو بقليل في هذا المجال في الجهة. وشكراً.